لقد جاء وعد الله يا ورقة، جاء وعد الحق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة سبعا إذا ما عاد من غار حراء، فلقيه ورقة بن نوفل وقال له: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة يا محمد، وستكذبا وتؤذيا وتخرجا وتقاتلا، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. إنه ورب الكعبة لأمر عجب، أمر عجب. أي نور هل على مكة؟ أي ضياء؟ يا للنسيم العليل، غار صدري واندس في روحي كأنه نسيم عنبر. أي روح حلت على مكة الليلة يا مصعب؟ يا للصبع ما ألقى، يا لهذا الضياء ما أبدع. أي نور أضاء مكة الليلة، أي نسيم حل بها. لكأنها نور والعنبر، لكأنها العود والعنبر. يا عمار، يا عمار، أي سلام حل في حناياك. لكأن ضياء يهف على الكعبة. ورائحة الطيب تملأ مكة. إنه النور، نور النبوة أضاء مكة، بل أضاء الدنيا كلها. يا شيخ، هنا في هذا الليل لوحدك؟ هل نوره يا عبيد الله؟ ليتني أبقى لأنصره وأشد على يده. يا زيد، رحلت قبل أن تكحل عينيك بمرآة نوري الرحيم. يا شيخ، وهل أتى زمانه؟ بلى يا عبيد الله، بلى. فإياك أن يفوتنك، إياك يا عبيد الله. سوف أفعل، سوف أفعل، لسوف أفعل يا شيخ. بلى يا أسماء، بلى. أي نور هذا؟ قاربت الأربعين ما رأيت نور السماء يغمر مكة كما في هذه الليلة. إنه نور يملأ مكة ويملأ قلبي. عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي منذر، وهذا زمانه وقد جاء يا عبيد الله. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم نبي هذه الأمة. يا زيد، ليتك كنت معي لججت وكنت في الذكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف. فقد طال انتظاري يا خديجة بأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجة، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا، ويلقى من يسالمه فلوجا. فيا ليت إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا، ولوجا في الذي كرهت قريش، ولو عجت بمكتها عجيجا. فإن يبقوا وأبقى تكن أمور، يضج الكافرون لها ضجيجا. وإن أهلك
وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروشا. يا معشر الأوس والخزرج، إنه نور النبي الذي ننتظر، ولسوف نظهر به عليكم مثلما ظهر أهل خيبر وفدك على غطفان. وأي ريح يملأها العطر، وأي نور يملأ مكة. من بالله؟ أنا ورقتي يا بني. عماه ورقة، ادخل يا عماه. أما ترى النور يا سعيد بن زيد يملأ مكة. يا رب الكعبة، أي ضياء هذا؟ الضياء الذي كان أبوك زيد بن عمرو بن نفيل ينتظره، ومات وهو يبحث عنه يا بني. ضياء النبوة، النبوة هل على مكة بل على الدنيا كلها يا سعيد. فإن أدركك فلن يفوتنك يا بني. قدوس قدوس قدوس. ليت زيدا كان حيا فيرى. قدوس يا ابن زيد. عماه ورقة، ادخل. إياك أن يفوتنك يا سعيد، إنه الحق، إنه نور نبوة أنار الدنيا كلها. لن يفوتني والله، لن يفوتني وأنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. يا معشر ثقيف، ويحكم، ما لكم تفنون أرزاقكم وتطلقون عبيدكم؟ ويحكم، انتظروا إلى غد لنعرف الخبر. ويلك يا ابن هشام، هذا تهدم جرى، ماذا جرى؟ ما هذا يا بلال؟ أمر لم نره من قبل، أرجو أن يكون رحمة ونزاهة للعبيد. فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه، حجبت الشياطين عن السمع، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها. قال تعالى لنبيه عليه أزكى الصلاة والسلام وهو يقص عليه خبر الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تابع الجني، هذه المرة الرابعة يأتي إلي وينذرني بمبعث رسول من بني هاشم في مكة. ما تنتظر يا سواد؟ لأنذرن قومي وأذهب إليه وأعلن إيماني به. كأن زمن الكهانة قد شرف على نهايته يا سواد، فإن صدق تابعي فقد حجبت الجن والشياطين على استراق السماء. أعطه حقه وأعد إليه أمانته يا بني. حسنا يا سيدي.